صعبة وانطلاقة من هناك عالجلوس لك كرة خطيرة. بابا خطيرة بابا جول بابا 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 با. لعبة عالمية في الثانية الأربعين منذ انطلاقة المباراة ويفعلها منتخب الإكوادور. جول في منتهى الروعة يا سلام. من هنالك على الجهة اليسرى يتمكن إبارة من هز شباك الأرجنتين. بداية غير موفقة تماما. بداية مرعبة من جانب منتخب الإكوادور الذي يريد أن يدخل التاريخ ويمنع الأرجنتين. ميسي عنده الكرة. ميسي زاد. ميسي أرضية. ممتازة لدي ماريا. كرة من ليو في اتجاه أنخيل. التوزيع مرت بعيدة تماما على بونغيرا. راحت مباشرة ضربة مرمى. يقول حكم ليو وبيريز. ليو كرة أرضية ممتازة. بيريز أولولا. تسديدة يسارية بعيدة تماما من أنخيل دي ماريا. اللعبة كم كانت رائعة أنا من ليو. عمل نفسه راح يسد يوزع الكرة ولكنه ليو عنده الكرة. ليو ليو دي ماريا دي ماريا دي ماريا ليو. جول بابا جول 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 جول. في نهاية المطاف سجل ليو ميسي. في نهاية المطاف ليو ميسي يعدل النتيجة للأرجنتين قبل وصول ربع ساعة لعب. وكأن شيئا لم يكن. وكأن روماريو إبارة لم يسجل. لعبة ثنائية من أروع ما يكون. ليو استلم. ليو مرر. ليو استلم مجددا وعند الكرة داخل ميسي. ليو راح ليو 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 بابا ليو جونيور. هاي الإعادة مرة ثانية والتسديدة من ليو والصد الرائع من بونغيرا ينقذ منتخب الإكوادور من جول ثاني. مباراتك يا وينو ميسي. دي ماريا مع ليو. ليو بابا 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 با جول. ليو 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 جول. ينفجر البرغوث. ليو ميسي يقول للأرجنتين ما دمت هنا لا تخافوا. نعم ليو ميسي يفعلها. ليو ميسي ينتفض. ليو ميسي سجل جول ثاني. ليو ميسي هو الأرجنتين. وليو ميسي هو الكرة. فعلها. استلم بحرارة كبيرة وبقوة كبيرة. ليو 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 دي ماريا دي ماريا أولولا دي ماريا. ليو ليو دي ماريا دي ماريا. الحارس بونغيرا فرصة إضافة هدف ثالث. ليو ميسي بتنفيذ هذه المخالفة ينفذها. ليو والدفاع فاسو من تلقى إبارة زاد في السرعة. دخل إبارة عنده الكرة. يلعب أرضية عنده الكرة. ميسي عنده الكرة. ميسي ميسي بابا بابا ميسي بابا بابا ميسي. جول 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 جول. إنه ميسي يا ناس. إنه ميسي يفعلها للمرة الثالثة. ميسي الأعجوبة. ميسي الأسطورة. ميسي الماهر. ميسي البارع. ميسي الرائع يسجل جول ثالث. يفعلها ليو ميسي. وكان مرتين سنة 78 و 86 ميسي. أوبا با 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 رائع. إبارة في المراوغة. يرجع للخلف. اللاعب اللي يدخل منذ حين وجوعيري. هلا الكرة بالرأس والتغطية الدفاعية من هنالك. رأسية كانت من بريسيادو إدوار من أمام المتميز نيكولاس أوتاميندي. 12 دقيقة بقات.